علي وتسلم يمينك. حنا ابلشناك قمنا نراوغك بهالطياره. مشكله شيء عادي يا زلمه، شيء عادي. بس كسرت يده. كسرت يده بس. طيب وش يصير؟ ها؟ ما يساوي شيء، شيء بسيط بس. بس هذا شيء بسيط. حاجة بسيطة يا طيب وش نسوي بها الحين؟ ما في مشكلة، ما نفعت شيل عيونات إذا نجدعها. يقول ما نفعت شيل عيونها نجدعها. طيب يده يده وشلون نجبره؟ أنت بتتجبر يا شيخ. وشلون؟ ما مشكلة، شيء بسيط. اطلع عصاك. عصا مو بتزبط، بتي قصيرة شوي. طولة شوي وحط لها المرة. طويلة شوي يعني حاجة بسيطة. جبصة. تجبيص. عاش. شيء الوكاد الله يبيض وجهك ويعطيك العافية يا علي، واسفين على الإزعاج. لا 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 هي مقابلة. لا والله انك كحلال. عبارة عن نفس مسرح يا اخي. اي والله الله يعطيك العافية، شكرا يا علي واسفين جدا. لا 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 هي مقابلة. الله يعطيك العافية. اي والله يا حليل طربت فيها ضرر شديد. بالله وش تحسبه؟ انا قلت ادي شنو الصعب دغم بلا دشم. تحسب نحله يعني؟ انا ندي لها حجر بسيط حاجه بس كذي ما تسوى.